ممكن اسالك سؤال مع بحطب. هدوء الوضع دلوقتي بالنسبه لك وبالنسبه للنادي الاسماعيلي اللي خلاص بقى في الدوري الممتاز، لما كلمة بتسترجع تقيلة قوي. كلمة تقيلة عارف قوي. عارف والله عارف، لما بتسترجع تاني مباراه النادي الاهلي، خلاص اقتنعت وعرفت انه الهدف ما كانش هدف؟ مع الهدوء، لا الهدف انا بفهم، الهدف انا بفهم لحظه، بفهم لحظه الحماس يعني. بتاع المباراه. انا مش عاوز اتكلم في الموضوع ده خالص، بس الهدف هدف خلاص، يعني، انا شايفه من وجهه نظري كده. طب خلاص، لكن انا مش عاوز اتكلم في دي الاقتناع اجابه خالص كفايه، والله يا كريم. دي اجابه كفايه، دي اجابه كفايه. دكتور محمد شيحة نائب رئيس النادي الاسماعيلي السابق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.